الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 47 من الكتاب 43، كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى سورة القتال أيضا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سننه الحديث 68 بعد 503,000. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. واختلف في سبب استغفار النبي وأمر الله للنبي: استغفر لذنبك، فكيف يصدر منه الذنب وهو معصوم من الذنب؟ فقيل فيها أقوال كثيرة، وأفضلها أن الكاف هنا كاف الخطاب، هنا ليست كاف الفاعل بل المفعول، يعني واستغفر لذنبك، أي الذنب الواقع في حقك لا الصادر منك. استغفر لذنبك، أي للذنب الواقع في حقك، فاستغفر لقومك. ولذا كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبقى استغفر لذنبك، أي استغفر للذنب الواقع في حقك من قبل قومك بتكذيبك ومحاربتك. فكان النبي يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فاستغفار النبي لأمته، سواء كانت أمة دعوة أو أمة إجابة، فأمة الدعوة كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأمة الإجابة كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم. يبقى استغفار النبي يكون لأمة الدعوة ولأمة الإجابة. أمة الدعوة يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فهذا استغفار لهم. وأمة الإجابة هو أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، حتى أنه قال في حديثه: وأني بعد وفاتي تعرض علي عملكم، إن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. يبقى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يبقى ذنبك هنا الواقع من الكفار قبلك، وللمؤمنين والمؤمنات والواقع من المؤمنين بتقصيرهم في طاعة مولاهم. وكذلك كان النبي يستغفر أحيانا دون أن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ودون أن يقول: اللهم اغفر لقومك، بل يقول: أستغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. هذا الاستغفار للتشريع، لبيان أن الأمة لابد أن تفعل ذلك، فكان يستغفر تشريعا لأمته، وأيضا لأنه كان يغان على قلبه كما قال في صحيح مسلم: إنه لا يغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فليقاوم الغين، والغين الذي على قلب النبي إما غين ترقي، لأنه كلما ترقى إلى مرتبة عالية
اعتبر المرتبة التي السابقة لها أنها فيها نوع تقصير، فكان يستغفر لتفاوت المراتب، فيكون الغين هنا غين ترقي، كما قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي في الرؤية التي رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف تستغفر الله وما هو الغين؟ فقال: إنه غين أنوار يا أبا علي، وليس غين أغيار، كما وردت في الرؤية الصالحة لسيدنا أبي الحسن الشاذلي لرسول الله، فسأله عن الغين، قال: أيغان على قلبك يا رسول الله؟ قال: إنه غين أنوار وليس غين أغيار. وأنوار هنا أنوار الترقي، أو أنه يغان على قلبه، أي يؤثر على قلبه ذنوب أمته لأنه شفيع له، فكان يستغفر لأمته حتى يخفف عن قلبه حزنه على عصاة أمته. يبقى تحتمل معاني كثيرة، إلا أن تكون المعنى أنه يصدر الذنب منه، فالنبي منزه عن أن يصدر منه الذنب. وعنه به قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يعني تتولوا يعني تعرضوا عن هذا الأمر وهو الدين والإسلام والإيمان، وإن تتولوا بمعنى تعرضوا، يستبدل قوما غيركم يعني غيركم أيها العرب، فقد اختاركم على العالمين وجعل نبيكم عربي والقرآن بلسانكم وجعلكم أنتم الذين تحملون هذا الدين للعالمين. وإن تتولوا عن ذلك يستبدل قوما غيركم يا عرب يعني يا أيها العرب، ثم لا يكون أمثالكم في تقصيركم وفي إعراضكم. قال: ومن يستبدل بنا؟ سألوا النبي بقى بيقول: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان، سلمان ده من أهل فارس مش عرب، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه، يعني غير العرب من أجناس الفرس والروم وغيره. قال: هذا حديث غريب في إسناده ما قال، وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلمان، قال: هذا وأصحابه والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان منوطا بالثريا يعني معلقا في النجوم، لو كان الإسلام منوطا يعني معلقا بالثريا النجم المعروف لتناوله رجال من هؤلاء لعلو همتهم وصدقهم في طلب الحق، لتناوله رجال من فارس. قال أبو عيسى: وعبد الله ابن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني، وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير. قال: وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر. وفي سورة الجمعة برضو إيه يقول الله سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا به، وآخرين منهم لما يلحقوا به، يعني آخرين من المؤمنين لما يلحقوا بالعرب يعني من غير العرب، فيدخل أيضا نفس المعنى. وعنه به قال: وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه، إلا أنه قال: معلق بالثريا يعني مكان منوطا
بالثريا معلق بالثريا، يبقى روايه بالمعنى، كان المنوط هو المعلق. ومنها النوط يقول لك ايه، نوط الشهيد وبتاع، اللي هو يعلق علامه كده على الشيء. باب ومن سوره الفتح. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمه قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بعض اسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. والسفر ده اللي هو في عودته من صلح الحديبيه في العام السادس من الهجره. فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، يعني لم يرد. ثم كلمته فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت وقلت ثكلتك امك يا ابن الخطاب، يعني فقدتك. نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الححت على رسول. نذرت يعني الححت، الح يعني كرر الامر والطلب. نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني الححت عليه ثلاث مرات دون ان يجيب. كل ذلك لا يكلمك، ما اخلقك ان ينزل فيك قران، يعني صرت ايه مؤهلا لان ينزل فيك قران لايه، ليحذر الناس من هذا السلوك ويجعلك عبره للناس. ما اخلقك ان ينزل فيك قران. قال فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب لقد انزل علي هذه الليله سوره ما احب ان لي بها ما طلعت عليه الشمس. يبقى اللي منع النبي ان يجيبه كان ينزل عليه الوحي في هذا الوقت. يعني منع النبي من الاجابه، الذي منع النبي من الاجابه انشغاله بالوحي وتلقي الوحي. لقد انزل علي هذه الليله سوره ما احب ان لي بها ما طلعت عليه الشمس انا فتحنا لك فتحا مبينا. واختلف في الفتح، هو فتح مكه ولا صلح الحديبيه الذي اهل لفتح مكه، على قولان. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه بعضهم عن مالك مرسلا. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. برضو نفس الحكاية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. شوف نسبة الذنب له، نسبة المصدر إلى مفعوله لا إلى فاعله، يعني نسبة المصدر اللي هو الذنب إلى مفعوله، أي المفعول الذي وقع عليه الذنب لا صدر منه الذنب. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ما فعل في حقك قبل هجرتك من التكذيب والتنكيل، وما تأخر أي ما فعل من ذنب في حقك بعد هجرتك، يعني تأخر هنا يعني بعد الهجرة، وتقدم يعني قبل الهجرة، فقد عاده قومه قبل الهجرة وعادوه بعد الهجرة فحاربوه في بدر وأحد والخندق. فالله سبحانه وتعالى ببركة دعوة النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون دخلوا في دين الله أفواج واستجاب الله دعوته. مرجعه من الحديبية، يعني نزلت هذه الآيات مرجعه من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن مجمع ابن جارية. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. كانوا 80 نازلين على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم يقتلوا النبي، فربنا سبحانه وتعالى كف أيديهم وأسروا وذهبوا بهم إلى النبي، فالنبي عفى عنهم. أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، لما كان إيه؟ قبل صلح الحديبية، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وألزمهم كلمة التقوى. قال: لا إله إلا الله. كلمة التقوى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني نكرر كثيرا أن لا إله إلا الله إذا جاءت منفردة المقصود أنها عنوان الشهادتين، وليس المقصود الاكتفاء بها، هي عنوان الشهادتين، لأن لا يكتفى بلا إله إلا الله دون الاعتراف بالنبوة، لا ينتفع بها أحد، وبالتالي هي عنوان الشهادتين وليست مقصورا عليها. يبقى كلمة التقوى هي إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي دي كلمة التقوى. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. باب: ومن سورة الحجرات. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس، وكان الأقرع بن حابس يسمى الأحمق المطاع، سماه النبي الأحمق المطاع، كان عنده نوع من التسرع وعنده نوع من التجرؤ، لأنه كان زعيم في قومه وكان مطاعا وكان قليل العقل، فسماه النبي الأحمق المطاع، وأنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المرتدين، ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك. أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن هنا بمعنى كي لا، يعني كي لا تحبط عملكم، أو لئلا تحبط عملكم. يبقى أن تحبط عملكم هنا أن المخففة من الثقيلة بمعنى كي لا، أو بمعنى لئلا تحبط عملكم، أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه من شدة خفضه لصوته. قال: وما ذكر ابن الزبير جده، يعني أبا بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير.
وعن أبي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين. حمدي يعني مدحي، زين يعني شيء طيب، وإن ذمي يعني إيه؟ يعني ذكري بالسوء، شين يعني عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله تعالى، ده اللي حمده زين وذمه شين هو الله، أما العبد فالعبد كله تقصير، وبالتالي النبي حق إيه؟ صحح له الأمر. قال ذاك الله تعالى، قال هذا حديث حسن غريب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو زيد عن شعبة عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك قال كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاث فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تنادي اسمك بأسوأ أسمائه، لا تنادي صديقك وأخيك إلا بأحب الأسماء إليه، ولا تنابزوا بالألقاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو جبيرة هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة أنصاري، وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي بصري ثقة. وعن أبي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال قرأ أبو سعيد الخدري واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة. يعني يقول لو كان النبي أطاع أئمة الصحابة لكان حدث عنت للأمة، فما بالكم تطيعون أئمتكم الظلم الآن. يبقى بيكلمهم وهو في عصور ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، والآية مستمرة، فالنبي فينا بسنته وبقرآنه وبهديه وبمدده الروحاني، إذ هو الرحمة للعالمين، إذ لولا مدد روحانيته للأكوان ما خرجت من العدم وما استمر لها وجود. يبقى اعلموا ان فيكم رسول الله على الحقيقه وعلى المجاز، فينا بمدد روحانيته حتى نخرج من العدم للوجود، وحتى يستمر وجودنا، وحتى نستمر اسباب الهدايه والعباده والتوفيق، وفينا ايضا بسنته وبارشاده وبقرانه وبسيرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فينا من جميع الجهات، والحمد لله على ذلك. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية اللي هي عصبية الجاهلية. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، اللي هي إيه؟
حمية الجاهلية والتعصب للآباء وللأحساب وللأنساب وللقبيلة والعشيرة وغير ذلك. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. لأن إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. ولا تقول لي أنا ابن مين، ولا وظيفتي إيه، ولا شهادتي إيه. العبرة بالتقوى. وعشان كده الناس صنفين، يا إما رجل تقي كريم، يا إما رجل فاجر لئيم. بغض النظر ده عن ابن مين بقى، أو وظيفته إيه، أو عنده مال إيه. فالناس رجلان، يعني صنفان، رجل بر تقي كريم على الله. والمقصود برجل هنا مكلف، تدخل فيه الأنثى أيضا. وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، وبالتالي ما فيش تعاظم بقى بينهم، ما كلنا أبونا واحد وأمنا واحد. هتتعاظم على إيه؟ هتتعظم بآبائك على إيه إذا كنا إحنا كلنا أبونا واحد وأمنا واحد، وآدم خلقه الله من تراب، والتراب يطأ بالأقدام. فتواضع أيها الإنسان، إذا كان التراب الذي خلق منه أبيك يطأ بالأقدام، فكيف تتعالى على غيرك؟ ثم تتعالى على غيرك وهو أخوك ابن أمك وأبيك. فإن تعاليت عليه بالنسب فنسبه نسبك وحسبه حسبك. فهمت بقى؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يبقى أكرم الخلق عند الله مين؟ أتقانا. والنبي بيقول إيه؟ أنا أتقاكم لله. يبقى النبي أكرم الخلق على طول كده من القرآن والسنة. الدليل النبي أكرم الخلق منين؟ من القرآن والسنة، بالآية والحديث. الحديث بيقول أنا أتقاكم لله، وربنا بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى النبي أكرم الخلق. خلاص انتهت سهلة، مش عايزة بقى شقاق كبير ونقول يا ترى هو أفضل من جبريل ولا أفضل من إبراهيم ولا يا عم القرآن واضح يا عم. النبي بيقول أنا أتقاكم لله، وبيقول أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى النبي أكرم الخلق. انتهت. فهمت بقى؟ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعن أبي قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد عن سلام ابن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سمرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام ابن أبي مطيع وهو ثقة. ونقف على باب ومن سورة قاف غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.